شاء الله راح نتكلم عن أسلوب التشخيص في أمراض المعدة التي ترجع إلى أمراض ميكروبية مثل التهاب نسيج المعدة أو قرحة المعدة أو أي نوع من أنواع التهتكات المعدية الناتجة من المخلوقات الدقيقة، الأحياء الدقيقة، البكتيريا إلى آخره. طبعا التشخيص عن طريق التاريخ المرضي والفحص السريري يقوم الطبيب بتوقع يعني يقوم الطبيب بتوقع نوع القرحة وطلب بعض الفحوصات التأكيدية، حيث يعني يقوم بالأشعة ملونة متكررة للمعدة نوع من أنواع الأشعة، ويقوم المريض طبعا ببلع مادة ملونة، من ثم تأخذ له صورة أشعة متكررة تحت الجهاز، وهذا الفحص يعني المؤكد يبين لنا بعض الأعراض أو العلامات الموجودة في المعدة. وأيضا يوجد فحص آخر للتأكد من نوع القرحة، وهو نوع من أنواع المناظير، وهو التنظير العلوي للجهاز الهضمي للتشخيص. ويتم فيه إدخال منظار على شكل أنبوب رفيع من الفم إلى المعدة وأيضا إلى منطقة الاثنى عشر لرؤية يعني جدار المعدة والأمعاء، والأخذ يعني أيضا أخذ عينة يعني إن لزم الأمر بتحليل هذه المنطقة عن طريق فحصها تحت المجهر. وأتمنى أنكم استفدتوا. هذه بعض الفحوصات الموجودة في فحوصات المعدة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.